يروح يبيع ويشتري ويقول لك لما يجي وقت الصلاه بقى اغتسل، وهذه كارثه. طب افرض مات في هذه الحاله، لا تحضره الملائكه ولا تثبته بلا اله الا الله، وتحضره الشياطين لانه على غير طهاره. اذا لابد من الوقايه من الشياطين، ولابد لاستحضار الملائكه لتثبيت المؤمن من الحرص على الاغتسال اولا باول، سواء كانت المراه بعد الحيض والنفاس والولاده، وكذلك الرجل ايضا او الشاب بعد حدوث الجنابه يجب عليه الطهاره فورا، حتى ولو لم يصلي، حتى يحرص على الطهاره التي تجعله مؤهلا ليكون من اهل لا اله الا الله. كذلك ايضا من البدع ترك التسميه عند بدء الغسل او الوضوء، فالتسميه من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وندبها للمسلمين سواء في الوضوء او في الغسل، فيبدا المسلم فيها بالتسميه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل لا يبدا فيه باسم الله فهو اقطع، وفي روايه فهو اجزم، وفي روايه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اذا لابد من التسميه. من البدع ايضا التوضؤ باسقاط الماء على العضو او استغلال ارتفاع الحنفيه وترك اليدين او الرجلين او الوجه تحت الحنفيه كده، اذا يكون ايه حط ذراعه تحت الحنفيه وطشت ميه وخلاص. وهناك اجزاء في الذراع مش هتصلها الميه، او اجزاء في القدم لا تصلها الميه، او بين الاصابع لا تصلها الميه، نتيجه ان حطيتها مجرد طشه كده وخلاص. لا، ما ينفعش. ده لازم في هذا الوضوء حتى يكون وضوءا صحيحا، لا يتحقق الوضوء كاملا الا اذا مرر يده على العضو مع الدلك حتى يتحقق الاسباغ بتعميم جريان الماء على الاعضاء، وبالتالي يكون ذلك سببا في اداء الطهاره على الوجه المشروع، وبالتالي يقبل طهاره العبد، وبالتالي تقبل الصلاه. والا لو لم تقبل طهاره العبد يبقى ردت الصلاه حتى لو صلى 1000 ركعه. واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف واحد في رجله كده اثر مكان يابس ما لطتوش ميه، قال له ارجع فتوضا وعيد الصلاه تاني من جديد. كذلك ايضا من البدع في غسل الاعضاء كما راينا التي لا يصلها الماء، زي مثلا العقب او بطن القدم او ما بين الاصابع، وخاصه في الرجلين، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار، يعني الاعقاب يعني الرجلين يعني. وبالتالي مطلوب من المسلم ان هو يحافظ، لازم يوصل الميه برجليه، ايوه، ولازم يوصل الميه بين الاصابع، ايوه بين الاصابع. وبالتالي لابد من العنايه المخصوصه باغمار الماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت راى رجلا فيه على قدمه لمعه في ظهر قدم المصلي وهو يصلي، وهو جزء يسير، يعني ايه يعني حاجه قد القرش كده، ما لطتهاش ميه في رجله. فامره النبي ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاه ثاني. لا الوضوء نفع ولا الصلاه نفعت، بحيث بس كده مجرد قرش ما وصلتوش ميه من بطن القدم او ظاهر القدم. وقال له: يا ابا الهيثم، باطن القدم، بطن القدم يا ابا الهيثم. يعني ابو الهيثم وصل رجلك، وصل لها الميه، لتعم ظاهرها وباطنها وما بين الاصابع. وفي الحديث: من لم يخلل اصابعه فخللها الله بالنار يوم القيامه. نسال الله ان يحمينا واياكم من الرجال. وايضا من البدع الاعتداء بالاكثار في ماء الوضوء للعضو عن زياده عن 3 مرات. انا مطلوب مني شرعا ان انا فرضا مره واحده، مرتين يبقى مره فرض ومره سنه، وثلاثه مره فرض ومره سنه ومره ايه استحبابا، يبقى خدت 3 ثوابات. يبقى ازود عن 3 واعمل 4 و5؟ لا، مش مطلوب منك الا في الاستنشاق بس، الاستنصار من اثار وجود بقايا او اثار موجوده من المخاط عايز يستخرجها، يبقى معلش بتزيد. ما عدا ذلك لا يزيد عن 3 مرات، لان هيصرف في الماء، والله تعالى يقول انه لا يحب المعتدين. والنبي عليه السلام فسر الايه ديت واخذ منها تفسير هذه الايه في تطبيقات الطهاره، فاعتبر الاعتداء
هنا اعتداء في الطهور باستخدام ماء اكثر من المطلوب اكثر من 3 مرات. وفي تفسير اخر الاعتداء اعتداء في الدعاء بان يدعو غير الله عز وجل. وايضا فسرت ايضا المعتدين هنا بعد الاعتداء بان يظن السوء بالله عز وجل انه يدعو الله والله لا يستجيب له، وقد يكون هو على غير تأهل لاستجابة الله. كذلك ايضا من الاعتداء ايضا في الاسراف القول بعبارات ما يعني لا تليق ابدا باحكام العبادات. اللهم اني اسألك بحرا من لبن او جبلا من ذهب، مع ان قدرة ربنا واسعة كل حاجة، بس حكاية بحر او جبل من ذهب ده يعتبر نوع من انواع الطمع. واللي واحد يقول لك اللهم اني اسألك ابريق الجنة واكوابها وفضتها وذهبها وفاكهتها ولحمها وحريرها. واحد قال كده ايمي رسول الله سلام، قال له ربي اسألك ابريق الجنة واكوابها وفضتها وذهبها وفاكهتها ولحمها وحريرها. فقال صلى الله عليه وسلم يا هذا اسأل الله الجنة وكفى، فإنك إن دخلتها أخذت كل ما فيها، بس خش فيها الأول. لكن هتقعد بقى تشرط وتحط بقى لستة بكل اللي انت عايزه فيها، يبقى انت كده ايه بتشترط على الله، وهذا لا يليق من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك ايضا من البدع التجاوز عن الحد المقرر في كمية الماء عند الطهارة دون ضرورة ولو على شاطئ نهر او بئر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي في الوضوء بمد، المد يعني ايه ربع قدح، وكان يكتفي في الغسل بالصاع يعني قدحين، يعني لترين مثلا مش كده، يبقى ربع قدح يودي او ممكن يبقى هنا لابد من المتوضئ انه يقتصر في الماء ويقتصر زي ما قلنا على 3 مرات، لانه لو فتح اكثر من كده هيفتح باب الوسوسه، وهذه الوسوسه تجعله من المسرفين، وربما تكون لازمه له في كل احواله وتخرجه ايضا عن الخشوع لله عز وجل. وقيل لابي الوفاء عن رجل ينغمس في الماء مرارا ولكنه يشك، يروح ينزل يغطس في المغطس مرة واثنين وثلاثة، ايه يا عم؟ يقول لك اصلا يا شاكك الاحسن يكون هل يا ترى الغسل بتاعي صح ولا لا؟ انت نزلت غطست فيه خلاص غطسة مرة واحدة، زي واحد نزل في البحر وراح عامل غطس بنية الغسل انتهى اصبح ذلك غسلا شرعيا، او بنية الوضوء والغسل اصبح ذلك وضوءا وغسل. مجرد نزل في البحر بغطسة وغعم الجسد كله من راسه لرجليه تم بذلك وضوءه وتم بذلك غسله وتطهر من الحدث الاكبر والاصغر اذا كان قد نوى ذلك. يكفي هذا؟ لا، يرجع يقول لك طب ما لا يكون في حاجه ما. طب ما انزل تاني وتالت ورابع، هذا يعتبر نوع من انواع الشك. و ابو الوفاء ابن عقيل لما عرض عليه هذه الحاله قال هذه الحاله لقد سقطت عنه الصلاه لانه مجنون رفع عنه القلم. ده دماغه ضربه، يبقى ده ليس عارف لا تنفع له لا صلاه ولا ينفع له ايه وضوء، لانه دخل في الاسراف، مع ان المؤمن يجب عليه ان يعتقد بالله وينتهي عن تصديق الوسواس. لو جالك وسواس، وفي ناس بيبقى عندها وسواس، لا تصدق الوسواس الذي ياتيك، اكتفي ولو بمره واحده وادخل عن يسارك ثلاثا للشيطان واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تصدق ولا تعمل اثنين ولا ثلاثه ولا تغسل الثانيه ولا الثانيه، لان هتقعد تجيب اثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين ومية مش هتخلص بقى ان شاء الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فليقل امنت بالله ورسوله ولينتهي خلاص وسلمها لله عز وجل. ايضا من البدع المؤذيه في الوضوء ان يتوضا على اثار روائح كريهه او اثار نجاسات او قاذورات او اتساخ في الجسد ووجود الرائحة الكريهة كالعرق الشديد، يجي ايه يجي يتوضى على وجود هذه الاشياء دون ان يتطهر منها الاول. يبقى مفترض اننا ازالة اثار النجاسات اللي موجودة على الجسم، مش هتوضى بس، لا لازم ازيل اثار النجاسات. فبعض المسلمين اذا ارادوا الاقبال على الصلاة يتوضؤون وهم في حاجة الى، مش محتاج انه يتوضى بس، ده محتاج انه يتنقع في البانيو ويتغسل من ريحته المهببه. يبقى
هذا منفر ومخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا وهو يتوضأ وفي أصابعه وأظافره مجموعات سوداء من الطين أو الأوحال، أو يلبس شراب منتن ريحته شبراويشي، ويروح يقول لك ما امسح على الجوربين، تمسح على الجوربين بدك قطع رجلك لأبعد، يبقى لابد من التطهر، لأن هيمشي هيلط المية عليه، هينزل على السجادة، هينزل على كل موقع ساجد يلعنه الساجدون، لأنه سيؤذيهم. وفي الحديث ملعون من ضر مؤمنا. طيب كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل ودخول المسجد برائحة البصل والثوم أو الكراس، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقربن أحدكم المسجد من أكل بصلا أو ثوما أو كراسا، لأن رائحة الكراس أو رائحة الثوم أو البصل هتنفر المصلين. فعشان كده الرسول عليه السلام نهى عن أن يدخل المسجد في هذا الحال حتى يغير هذه الرائحة. فإذا كان ذلك في البصل والثوم والكراس والفجل، ودي كلها حاجات مشروعة حلال ليست حراما، لكن مجرد الرائحة ستؤذي المصلين، فما بالك بمن يدخلون بعرقهم ورائحة ثيابهم وفيها آثار نجاسات أو نتن دون أن يتطهر منها، ذلك أكثر إيذاء وأكثر لعنة والعياذ بالله. كذلك أيضا من البدع والأخطاء الشائعة بدع الاستنجاء، عدم مراعاة الذكر عند الدخول وعند الخروج. عند دخول دورة المياه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء السنن، بسم الله أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو طالع يقول غفرانك غفرانك. فمن بدع الناس إنه ما يقولش إلا ده، ولا هو داخل ولا هو رايح، أخذ بالك، ويقول للناس يقول أنا داخل أسقي الزرع، تسقي الزرع زرع ايه الله يخيبك البعيد، بقى يشخ يبقى اسمه ايش الزرع، او ده بقى كلام مش مظبوط. فاللي يخليك تقول كده ما قول الدعاء علشان ربنا ينجيك من اثار هذه القاذورات، وكذلك يغفر لك بتطهرك وتخرج من دورة المياه، تقول الحمد لله اللي اذهب عني الاذى وعافاني، يبقى دي احياء السنن. وكذلك ايضا من البدع والاخطاء ان بعض الشبان في المباني العامه بيقضوا حاجتهم وهم متجاورين، وينكشف بعضهم على بعض ويتكلمون في امور الهزر الخبيث، وكل ذلك حرام شرعا، ونرى ذلك كثيرا في الحمامات المشتركه في الاماكن العامه والانديه. للاسف الشديد نرى هذه الامور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها حتى لا تكون سببا للوقوع فيما حرمه الله. من بدع الوضوء كذلك ايضا هناك بعض الناس تعودوا على بعض الاذكار يالفوها لكل عضو من الاعضاء بغير دليل من القران او السنه، فمثل قولهم عند المضمضه اللهم اذقني طعم الجنه، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي، وعند غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني، وعند غسل اليد اليسرى اللهم يسر ولا تعسر، وعند غسل الرجلين يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط، وعند الانتهاء يقرأ سورة الانشراح وسورة القدر. فكل ذلك لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد عن بعض الصالحين من الذين يتبعون منهج الإمام الحنيفة من الحنفية، لكن هذا لا أصل له، لأنه أولا فيه مشقة، لو قلنا لكل الناس ما تتوضاش إلا ما تقول الكلام ده يبقى شققنا على الناس فيما لم يرد به دليل ولا نص، لكن مفترض أن يكون قلبك حاضر مع الله. أيوة. وكذلك أيضا ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء في بداية الوضوء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول بسم الله والحمد لله، وبعد وفي أثنائه وبعد يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وبعد ما يفرغ من الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى القبلة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. احفظ بقى ديت وقولها، لكنك انت تحفظ اوراد ما وردت
تعودش اصلا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسيب الاوراد المسنونه الوارده والثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث يكون بذلك قد خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال هذه الاذكار النبويه التي ذكرتها لحضراتكم، من قال هذا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه.